أهلا بكم. سقط البشير أو أسقط البشير وبدأ العد التنازلي لتداعي أركان بنيان هش جثم على السودان ردحا من الزمن. دالت دولة حزب المؤتمر الوطني الذي لا يقبل السودانيون اليوم بأقل من تقطيع أوصاله إربا إربا ووضع الأغلال في أعناق رموزه جزاء لما اقترفوه في حق العباد والبلاد. تحديات كبرى أمام المجلس العسكري الحاكم المؤقت للسودان، فأمامه مهمة إنجاز كل شيء من لا شيء، إذ الشارع لم يخلو بعد من مطالب عالية السقف. ربما أكبر التحديات أمام المعارضة غير المتجانسة هي التوافق على تشكيل حكومة مدنية تتولى تسيير الفترة الانتقالية وانتخاب برلمان وطني وإعادة المصداقية لاقتصاد يلفظ أنفاسه. قراءات ترى أن الأهداف واضحة وأن المجلس العسكري ماض في تنفيذ المستعجل منها وما يشكل أولوية قصوى، وأن بقية الأهداف تحتاج إلى وقت وهو ما يتعين على الشارع تفهمه. قراءة أخرى تجزم بألا أمل في التغيير من دون ضغط كل القوى مجتمعة للحيلولة دون عودة فكر سياسي دفع السودانيون غاليا ثمن فرضه عليهم بالحديد والنار. لمحللين نحن أيضا في قابل نقاش وجهات نظرهم من حاضر الشد والجذب في الخرطوم واستشرافاتهم لقابل التطورات في حلقة بعنوان السودان ما بعد البشير المنعطف الكبير. يشاركنا في التحليل والنقاش من الخرطوم الدكتور محمد إبراهيم كباشي الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي. معنا هنا في الاستوديو شرفنا الدكتور مرتضى الغالي أستاذ الإعلام والكاتب الصحفي السوداني، ومن القاهرة الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسة. كما تعودنا إذا نبدأ الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة، أيهما أقوى في السودان اليوم، إرادة التغيير أم العقبات التي تعترضه؟ أبدأ معك من الخرطوم دكتور محمد. دعيني بداية أترحم على شهداء الثورة وهني الشعب السوداني باستقلاله بنيله استقلال جديد. إرادة فيما يتعلق بأيهما أقوى، إرادة التغيير هي الأقوى، وهنالك وعي وهنالك إدراك بحجم التجربة التي مر بها الشعب السوداني خلال 30 عاما، ولدت درجة عالية من الوعي، وبالتالي إرادة التغيير هي الأقوى والتي هي ستساعد في بناء السودان. دكتور مرتضى في الاستوديو معنا، أيهما أقوى، إرادة التغيير أم العقبات التي ستعترض هذه الإرادة؟ إرادة التغيير. واضح. كيف ترى الأمر دكتور هاني؟ بالتأكيد إرادة التغيير التي استطاعت أن تقتلع نظام استمر لثلاثة عقود باستراتيجية تمكين إخوانية خبيثة للغاية هي الأقوى في هذه اللحظة، وأتصور أنها سوف تصل إلى أهدافها في نهاية المطاف. لهذه الأجوبة براهين نستفيد فيها بعد حين. خف الغليان في الشارع السوداني لكنه ما يزال ساخنا، إذ لم يتضح المشهد في الخرطوم بعد. ضاغ الجنرالات ذرعا بما آلت إليه أحوال الناس وبالاحتجاجات المتصاعدة في طول السودان وعرضه وبرفيقهم البشير ثقيل الظل، فقرروا تنحيته وهو قاب قوسين أو أدنى من الاحتفال بالذكرى 30 لانقلابه على حكومة صادق المهدي المدنية. لا يذكر السودانيون لرئيسهم المطلوب لدى المحكمة الجنايات الدولية غير الزلات تلو الزلات، ففي عهده نصب العداء للمخالفين في الرأي وتأزمت دارفور واندلعت الحرب العبثية في الجنوب وانقسمت البلاد إلى دولتين واحترق الزرع وجف الضرع. بعد شد وجذب بين الشارع وقيادة الأركان استدب الأمر نسبيا للمجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يعتبره السودانيون أقرب كثيرا للشارع من سابقه عوض بن عوف الذي استقال لدى الوهلة الأولى بعد أن تبين كفر المتظاهرين بمعسول وعوده. نقاشنا يبدأ الآن. أبدأ الحوار معك في الخرطوم دكتور محمد، كيف تبدو الأوضاع الآن؟ هل هي مستمرة؟ هل نتوقع المزيد من المطالب في الشارع؟ هل نتوقع تصعيد؟ هل نتوقع تفاهم بين مختلف القوى التي خرجت للشارع مطالبة بإسقاط البشير؟
الوضع في الشارع الآن هو إعلان الحرية والتغيير، وجموع الجماهير والشباب هي التي تحدد. يبدو أن موقف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها تجمع المهنيين يصرون على تحقيق أهدافهم اللي عبر عنها إعلان الحرية والتغيير، وهذه المطالب هي واضحة شملها اللي هي في مجملة تتحدث وجوهرة إحداث التغيير الكامل، إزالة كل ما تركه هذا النظام في من حوالي 30 عاما، إزالة كل مؤسسات النظام. المطالب واضحة، هي تغيير، تحدث عن تغيير شامل وتغيير كامل لما يجري في السودان. هذه المطالب تبدو في نظر الشارع لا يمكن تجزئتها، هي مرتبطة بوعي مجتمعي، بإرادة بتاعت جماهير، وبالتالي هذه المطالب هي واضحة المعالم. نعم. ومعروفة، تجسدت في هذا الإعلان، واللي هي طيب. تحدث في مجمل عن تغيير جذري شامل لكل ما سنعود إذا كانت هذه المطالب واقعية بنفس الفترة في نفس الوقت، المطالب غير متجزئة بدون أي تدرج تغيير كل الواقع، سنعود إن كان هذا واقعيا أم لا وقابل للتطبيق. معك دكتور مرتضى، في 11 من أبريل 2019 أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا أعلنت من خلاله عزل الرئيس البشير، تعطيل العمل بالدستور، حل حكومة والبرلمان، تشكيل لجنة أمنية أو المجلس العسكري لإدارة البلاد لفترة انتقالية لمدة 2 عامين يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد. تغير رئيس اللجنة أكثر من مرة تحت ضغط الشارع. لتضعنا في الإطار، ما هي الأحداث التي أوصلت السودان لهذه التغيرات؟ هي الأحداث عاصفة جدا ومتراكمة وقديمة، ويعني البلاد شهدت طوال 30 سنة الماضية حالة يعني غير معهودة في كل أنظمة العالم. يعني حصل تماهي كبير جدا بين الحزب وبين الدولة والنظام القادم اللي هو يعني تغير أسماءه أكثر من مرة، لكن هو في جوهره هو الواجهة بتاعت الأخوان المسلمين، وسمى نفسه من جبهة الميثاق ثم المؤتمر الوطني ثم الجبهة القومية الإسلامية. حصل تماهي كبير جدا، ويعني بما يسمى التمكين، جعل زرع عضوية الحزب في كل مفاصل الدولة، وألغى أي كل ما هو معهود في العالم من يعني ما هو معهود في تسير الدولة، يعني الميزانية المالية، الوظائف، السفراء أصبحوا من المؤتمر الوطني، الوكلاء، الوزارات، رؤساء الخدمة المدنية، يعني حتى تسلل إلى القطاعات المجتمعية زي الفنون والآداب والرياضة والأنشطة والشباب، وعمل مؤسسات موازية. يعني الناس كان بيشكو دائما زي ما حصل في الربيع العربي، بيشكو من الدولة العميقة، نحن بنشكو من الدولة العميقة والدولة الموازية. يعني الجيش هناك تنظيم آخر له، الشرطة هناك تنظيم آخر لها، الحكومة هناك تنظيم آخر لها، المنظمات، النغابات هناك تنظيم آخر موازي لها، وهكذا إلى أن طفح الكيل، إلى أن طفح الكيل واستحكمت حلقة الضيغة الاقتصادية. نعم. نتيجة للنهب المنظم وامتهان مالية الدولة وغروضة وكل ما يميت للاقتصاد بصلة، يعني أصبح في جيوب الأفراد. نعم. بشكل لا يصدق. العالم الخارجي لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن تحدث في دولة يحصل فيها انتهاب بالصورة التي حصل بها في السودان. نعم. يعني الغروض ممكن تحال إلى أفراد، المؤسسات ممكن تحل لأجل غطاء خاص بالأفراد. يعني النغل النهري، الخطوط البحرية، المواني، السكة حديد، دي كلها ممكن تحل عشان تملك أفراد. طبعا نهبت الدولة، جاءت الدولة بسياسات تقشفية، من دفع ثمنها هو المواطن، مؤكد. وهذا طبعا ما جعله يخرج في احتجاجات. دكتور هاني، احتجاجات السودان التي بدأت منذ العام ديسمبر 2018 تحت وطأة هذا التردي الاقتصادي وهذا الوضع السياسي الذي تحدث عنه دكتور مرتضى ليست الأولى. في يونيو 2012 خرجت مظاهرات كبيرة أيضا احتجاجا على مجموعة من التدابير التقشفية التي أعلنتها الحكومة السودانية. أيضا سبتمبر 2018
2013، ثم مظاهرات جديدة شكلت معلما أساسيا في سعي السودان للحرية والكرامة. ما هي العوامل من وجهة نظرك الداخلية وكذلك الإقليمية التي ساهمت في إنجاح هذه الاحتجاجات بالتحديد فيما فشلت فيه احتجاجات قبلها؟ في الحقيقة هي العوامل الداخلية هي صاحبة الغلبة، لأن هذا النظام يعني نشر الحروب الأهلية في معظم أنحاء البلاد، قام يعني توسع واستشرى القتل في المواطنين في مختلف الأنحاء، سواء عبر حروب التي شنها في دارفور أو في المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق، مزق النسيج الوطني للبلاد، أيضا النسيج الاجتماعي، فساد غير مسبوق أدى في نهاية المطاف إلى الكارثة الاقتصادية التي تبلورت في شح الخبز وشح الوقود في بلد كان من المفترض أن يكون مزرعة العالم العربي أو يطعم كل العالم العربي. فبالتالي الشرارة التي أطلقت الاحتجاجات الأخيرة وتحولت معها إلى ثورة كاملة كانت هي الأزمة الاقتصادية الخانقة، لكن في الحقيقة هي أطلقت شرارة أزمة سياسية المكتومة التي كان يئن السودانيون تحت وطأتها طوال هذه السنين، وكانوا يعني عزل في مواجهة تنظيم تمكن من القوات المسلحة ومن الأمن ومن القضاء ومن الخدمة المدنية ومن الاقتصاد والسوق وكل شيء. نعم. صادر كل الثروة والسلطة لحساب مجموعة حفنة من الأفراد هم تنظيم الإخوان المسلمين. هذا بالنسبة للداخل. دكتور محمد، هل الأثار ما حدث في الجزائر من أحداث سرعت ربما كأحداث إقليمية في تغيرات في الداخل السوداني، أم لا يوجد صلة بين الحدثين؟ أنا أفتكر العوامل الإقليمية هي لعبت دور. الأحداث في الجزائر يمكن يكون الأحداث في السودان هي سبقت الجزائر، يعني الجزائر تأثرت بما يجري في السودان. العوامل الإقليمية والدولية اللي هي في هذه المرة بخلاف سبتمبر 2013 لعبت دور، اللي هو السلوك السياسي بالنسبة للنظام. النظام من 89 وحتى أبريل 2019 ظل سلوكه يتسم بالتناقض، وبالتالي افتقد الثقة على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، وخسر لا حلفاء استراتيجيين لهذا النظام منذ 89 وحتى الراهن. أيضا السلوك السياسي بالنسبة لهذا النظام، عندما نحلل هذا النظام نحلل الأزمة لم تظهر، أنا في تقدير الأزمة لم تظهر هي الذي يتحدث عنه الأخوان، هي مظاهر لأزمة سياسية كاملة، هي مرتبطة بأيديولوجيا ومفهوم السلطة عند الإسلاميين. وهنالك عامل مهم جدا حتى في العوامل الإقليمية، النشأة بتاعت الإسلاميين في السودان هي نشأة ليست هي فكرة وطنية خالصة، إنما هي نتاج لفكرة مستجلبة من الخارج، وتحديدا أتت من التنظيم الإخوان في مصر. هذه المسألة ألغت بظلالة على تطور التنظيم وعلى الحياة السياسية ومارسته على السياسية، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى السودان. وده كلام كثير جدا فيه من تطور حتى الانقسامات، ظواهر الانقسامات داخل النظام ورؤيته للسلطة. السلطة عند الإسلاميين بصورة عامة هي قاية وليست وسيلة لتحقيق متطلبات الأمن القومي، إنما هي والوصول لا يتم عبر ميكافيلية سياسية. وهنا ظهر طبيعة النشأة، نعم، ولدت التزامات خارجية على مر التاريخ السوداني. هذه الالتزامات ظهرت بصورة واضحة بعد 89، إذ لاحظنا الوجود الخارجي الإسلامي، المؤتمر العربي أو المؤتمر الإسلامي الشعبي والقاعدة، وصولا للداعش وغيرها. أيضا الالتزامات، هذه الالتزامات طيب. كانت خصما على موارد البلاد في أحيان كثيرا، نعم. وبالتالي هذا السلوك السياسي بالنسبة لهذا النظام أيضا مصاب، النظام برضو مصاب بحالة حالة من التعالي السياسي. طيب. يعتقد الإسلاميين السودان أنهم هم الأكثر فهما، وبالتالي خلقوا واقع إقليمي وواقع دولي
خانق بالنسبة للنظام، دفع فاتورته المواطن وأصبح المواطن واعي لهذا الدور. طيب، هو الأكثر فهما يعتقد ذلك لأنه هو الذي استمر، وهو التجربة الوحيدة التي أبرزت وأنتجت نظام فاشل ونظام فاسد في التجربة للحكم الإسلامي. أود معك دكتور مرتضى أن نعود لمطالب المحتجين، هي كثيرة، مطالب سياسية على مطالب اجتماعية على مطالب ربما إنسانية على مطالب تنموية إلى غير ذلك. ما هي إذا ممكن أن نحددها بالتحديد، وماذا تحقق منها غير تعهد الجيش بالانتقال إلى الحكم المدني في ظرف عامين؟ بمثل ما كان النظام ده أوجد في السودان حالة مستهجنة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا ودينيا. يعني كانت الثورة السودانية متميزة جدا، يعني وصلت الثورة السودانية في هذه المرة هي ثورة مفاهيمية اجتماعية شاملة. عند أفتكر خصوصية، يعني أول شيء لأول مرة يعني تبدأ الاحتجاج القوي والوعي السياسي يجي من الأغاليم قبل أن يأتي من الخرطوم. يعني في أكتوبر وأبريل اللي هي دي الثورتان التي يتغنى بهما يعني شعب السودان، كانوا بينطلقوا من الخرطوم يعني مركز السلطة، ولم يستغرق وقتهما أكثر من بين 7 و9 أيام. هذه الثورة استمرت 4 شهور. هذه الثورة هي ثورة الجد والجدة والأم والرجل والمرأة والحفيد والطفل. هذه ثورة شاملة، هذه ثورة تحمل مفاهيم، لأنها هي قامت على المظالم الحقيقية التي يعني عانى منها شعب السودان. المرأة كانت في هذه الثورة هي الأيقونة وهي المتقدمة، ودي فيها كسرت تابوهات كثيرة جدا في الحياة الاجتماعية السودانية. يعني والمرأة السودانية هنا في الثورة دي كانت صاحبة وجعة، يعني ليست شريك يعني أو رديف، لأنها هي أكثر يعني كيان تعرض إلى مهانة فظيعة خلال 30 سنة الماضية. طوال 30 سنة الماضية يعني كان بينظر لها بامتهان واحتقار وتهميش على المستوى، يعني على كافة المستويات. تصوري أنه أستاذة جامعية تمنع من دخول الجامعة، يجي يكون واحد مجند واقف يقول لها أنت لم ترتدي الوشاح كما ينبغي. يعني حصلت لها مهانة غريبة جدا في حياتها، في سلوكها، في التحرش، في الاستضاع للمرأة. يعني عشان كده الثورة دي كانت ثورة شاملة وثورة مفاهيمية. أيضا قامت ضد العنصرية، لأنه حصلت في السودان يعني ردة عنيفة جدا خلال 30 سنة الماضية، راكمت من جذور العنصرية والجهوية والقبلية والفروغ الاجتماعية والطبغية. الثورة دي حطمت كل هذه التابوهات. لأنا أقول إنه الميدان بتاع الاعتصام كان مدينة فاضلة زي المدينة الفاضلة اللي عملوها الناس الفاروبي وكامبينيلا وتوماس مور واليوتوبيا. كانت أنظف من بقية الخرطوم، ما فيها تحرش، ما فيها تعدي، ما فيها اعتداء، فيها تغاسم، فيها مشاركة. بعدين كان الناس لما يجمعوا يعني مبالغ مالية لقضاء بعض الطعام أو بعض المهام، الشعار بتاعهم اللي عنده يضع فلوس، اللي مش عنده يشيل. وكانت النساء يعني النساء بيجيبوا أطفالهم في مغارة الاعتصام. صحيح. يعني لا أنا حاولت أرجع للملامح الرئيسية للثورة الفرنسية والأمريكية والفرنسية، أرجو ألا أكون مغاليا إذا قلت إنه لم أجد الملامح التي تولدت من ثورة السودان هذه في الثورات العظمى في العالم، يعني الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية، الثورة البريطانية، الثورة بتاعت سبارتاكوس وإلى آخره. يعني هذا ما يفسر نجاحها في ظرف ربما يعتبر قصيرا بمقاييس ومعايير دولية 4 أشهر فقط. المحور الثاني سنتحدث عن سيناريوهات التأسيس وإرث الرئيس، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، أعود إلى القاهرة إليك دكتور هاني. دكتور، الآن من وجهة نظرك هل استتب الأمر للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي فعلا؟ هل الأمور الآن هدأت وبدأ يطبق ما وعد به جموع المتظاهرين؟ في الحقيقة لا أعتقد ذلك، لأنه ما زالت مطالب تحالف الحرية والتغيير هي بتسليم السلطة كاملة للمدنيين، تكوين مجلس تشريعي يتولى مهمة التشريع، يتم التوافق عليه أيضا بين قوى السياسية المعارضة في السودان أو التي كانت تدعم هذه الثورة، ويعني ومطالب أخرى متعلقة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة
تخليصها من العناصر التي زرعت فيها طوال العقود الماضية، أيضا المحاكمات الخاصة بالفساد وبرموز حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجملة من هذه المطالب. كل هذه الأشياء في الحقيقة المجلس الانتقالي الآن منذ أمس أصدر مجموعة من القرارات فيها استجابة لمطالب تحالف الحرية والتغيير، خاصة مثلا تغيير رئيس القضاء، رئيس النيابة، اعتقال بعض الرموز، اتخاذ إجراءات اقتصادية في اتجاه ضبط الأموال العامة وتحركات الفساد وغيرها. لكن أتصور أن ما تم حتى الآن هو أقل بدرجة ملحوظة مما يطالب به تحالف الحرية والتغيير، وأعتقد أن الطرفان لابد أن يتوصلا إلى حل في نهاية المطاف، لأنه مسألة الشد والجذب بين الطرفين إذا طالت ربما تنتج آثار سلبية على الحالة السياسية في السودان. نعم، أعود إليك دكتور محمد في الخرطوم. دكتور محمد، تبدو عليك حماسة ميادين التظاهر وأنت تتحدث عن مطالب الجموع. من الذي طلبته أو طالبوا به تغيير الكامل وأن هذه المطالب غير قابلة للتجزئة، ما مدى واقعية هذا الأمر في دولة عاشت تحت نفس النظام بنفس الحزب، تمكنت من مختلف مفاصل الدولة على مدى 3 عقود، ما مدى واقعية هذا الأمر؟ واقعية هذا الأمر تنطلق من أشياء مهمة جدا. هذا الحراك هو ليس حراكا كما تحدث أستاذنا مرتضى، هي حراكة ممتدة لأربعة أشهر، ويستمد قوته من قوة الوعي الشبابي وإرادة التغيير. أيضا القوة بتاعت المؤسسات جانب مهم جدا، المؤسسات التي قادت التغيير وعلى رأس تجمع المهنيين هي مؤسسات ظلت صادقة واكتسبت الثقة عالية جدا عند في أوساط المجتمع. عامل مهم اللي هو عامل الترابط الداخلي، هذه ثورة ما يميز الترابط الداخلي بين السودانيين، هي ثورة سودانية خالصة في الخارج وفي الداخل، يعني سودانية المهجر. القوة بتاعت الشعارات بتاعت هذه الثورة هي اللي المحدد الأساسي في انه يتعاملوا بواقعية وبوعي. يعني القوة بتاعت الشعارات، شعار تسقط بس، شعار رص العساكر رص، هذه الشعارات يستلهمها الموجودون في الميدان وبالتالي يتعاملون وبالتجارب. ايضا هنالك اشياء مهمه جدا، السلوك تكوين المجلس هو تكوين افتراضي فرض الواقع في المؤسسه العسكريه، وبالتالي هذا المجلس قوى اعلان الحريه والتغيير، وحتى الشباب الموجودين وحتى المجتمع يرى انه حوله ملاحظات باعتبار انه هنالك بعض العناصر هي تمثل ظلال او امتدادات او هي تحمل نكهه النظام. ثانيا وقع المجلس في المحظور، المجلس عقد لقاء مفتوح مع احزاب الحكومه وعلى راس المؤتمر الوطني، وبالتالي زاد من معدلات التشكيك عند هذه القوه، وبالتالي التعامل الواقعي ينطلق من واقعيه المطالب التي تتحدث اللي هي تغيير، لا مجال لحلول في المنتصف. الذي أوجد المجلس العسكري لم توجده أوجدته إرادة الجماهير الذي الموجودون في هذا المشهد السياسي، سواء كان المجلس العسكري أو المكونات الأخرى، هي أوجدت إرادة الجماهير، وبالتالي لابد من الاستجابة الكامل لمطلبات الجماهير. نعم دكتور مرتضى، الجماهير بكل أطيافهم من خرج إلى الشارع ومنظمة المهنيين كانت مستبقة بخطوة، الجميع استبقوا أولا الرئيس وكل من معه وحزب المؤتمر والمنظمة العسكرية، واستبقوا حتى المعارضين المعروفين التقليديين بأسماء كبيرة جدا لمدى عقود. الآن كيف سيتحرك وهم متأخرين عن هذا الحراك في المطالب وفي الخروج، وكيف سيكون تحركهم في الخطوة القادمة؟ هذه أيضا من خصائص هذه الثورة أنها استبقت وهتشت حتى الأحزاب المعارضة. أحزاب المعارضة يعني كانت متخلفة عن هذا الحراك لدرجة ما، لكن أفتكر يعني هي هناك أسباب موضوعية يعني تأخر الأحزاب وتضعضع الأحزاب، لأنه هذا النظام منذ أن جاء شن عليها حربا وأفقرها يعني وقهرها
وكان كل شيء ممنوع يعني حتى التجمع داخل دور الأحزاب ممنوع، هذه طبيعية يعني. لكن الملفت في هذه الثورة يعني أنها قامت من الشباب الذي ولد وتربى وترعرع طوال فترات النظام، صحيح. ولذلك يعني أنا أكثر الناس دهشة الآن هم الجبهة بتاعت الإنغاز والمؤتمر الوطني والحكومة والبشير وأتباعه يعني حقيقة. عاوز أقول إنه يعني الشباب لا أول الحراك والشباب والمعارضين لا يسوغون في أي شخص عنده رتبة لواء فما فوق أصحاب الرتبات الكبيرة في الجيش. يعني لأنه بيعتقدوا إنه دول كان يعني النظام السابق كان يحكم باسم الجيش. ومرت بالسودان تحولات واختراقات ما كان ينبغي أن يرضى بها الجيش أن تتم تحت سمعه وبصره، مثل الحرب في الفظيعة والاغتيال الجماعي والجينوسايد والإبادة في دارفور، ومثل القصف الجوي العنيف المتصل في جنوب كردفان وفي جبال النوبة. لا تصدق أن المواطنين في هذه المناطق يحفروا فنادق وينزل بهم بأطفالهم ونسائهم إلى أن ينتهي القصف ثم يخرجوا منه. أفتكر النادق الناس وشفاه كان بيعرفوا يعني. عشان كده يعني طبيعي أنهم يفقدوا الثقة في أي شخص يأتي باسم القوات المسلحة. نعم. والأمر الثاني أنه يعني هؤلاء الرجال جاءوا الذين يعني هذا المجلس العسكري الانتقالي لم يخرج من الجيش بهذا المعنى، وإنما كان بيتحدث باسم ما تسمى بلجنة الأمن. لجنة الأمن لا تمثل الجيش يعني، لكن باسم هذه اللجنة أصدروا كل هذه الغرات الخطيرة التي لا يمكن أن تصدر إلا من قوة سياسية أو قوة عليا. يعني عليا في الجيش، مثل يعني تعطيل الدستور ومثل يعني فرض حالة الطوارئ وعزل الرئيس والتحدث عن الفترة الانتقالية وعمرها وطبيعة الحكم، وعطوا نفسهم سنتين وهكذا. أنا أعتقد أنه مطالب السواري إذا غيست بالظروف العادية والقياسية يعني قد يكون فيها ضغط أكثر واستعجال أكثر. إذا غيست بالثورة السودانية ومناخها وطبيعتها وما وقع على الناس منها مشروعة جدا. الناس اللي قاعدين السودانيين ظلوا في قهر مدى 30 سنة في معيشتهم في حياتهم في سياستهم يعني فلازم يعني السقف مطالبهم يرتفع، لأنه الدولة العميقة ما زالت موجودة. عندما يقول المجلس العسكري أنه يدير الشأن السودان في الوزارات الوكلاء الوزارات، من هم وكلاء الوزارات؟ هؤلاء هم المؤتمر الوطني. أنا اسمح لي دكتور مرتضى، لم أسأل عن مدى مشروعية هذه ولا يمكن لي أن أضعها حتى في أسلوب نقطة استفهام. أنا فقط سألت مدى واقعيتها في ظل تمكن هذا النظام وتغلغله في مفاصل الدولة على مدى عقود. هذا ما طرحته دكتور هاني. من هذا الكلام إذن بين المطالب ومن يطالب بها وبين المجلس العسكري ومن معه، هناك أولا أزمة ثقة، وهناك أيضا نوعا ما معارضة مفككة مشتتة وهي متخلفة عن الركب. كيف ترى التحديات إلى جانب هذا التي يمكن أن تواجه تنفيذ التزامات المجلس العسكري، وهل يمكن فعلا أن يذهب بعيدا في اجتثاث الفساد؟ بالنسبة لانعدام الثقة فبطبيعة الحال الثوار المعتصمين في الشوارع والمسيرات التي عادت مرة أخرى للظهور وتحالف الحرية والتغيير هم لهم العذر الكبير في ذلك، لأنهم يواجهون خصما يعني اعتاد على المناورات السياسية والكذب والخداع والمناورات، وذلك تعبيرا عن خصيصة أساسية في فكر وسلوك الإخوان المسلمين، وهي أن الظاهر المعلن يختلف تماما عن ما هو باطن أو ما هو مستبطن ويسعون إليه بالفعل. لذلك هناك خشية من أن يكون المجلس الانتقالي وما يتخذه من تصرفات حتى الآن ليست جذرية وليست قاطعة أن يمهد ذلك لعودة هؤلاء الإسلاميين مرة أخرى، وإن كان تحت لافتات مختلفة. يعني لا قد لا يعودوا تحت لافتات الحالية، لكن يبتدعوا لافتات أخرى ولهم تاريخ في ذلك. الحاصل الآن أو الشواهد العديدة أنه المجلس العسكري الانتقالي لا نستطيع أن نقول أنه يعبر
عن المؤتمر الوطني أو عن الحركة الإسلامية، لكن للأسف الشديد هناك عناصر معروفة ومنها رئيس اللجنة السياسية، هو أحد أعضاء المنظومة السابقة وأحد المنتمين للحركة الإسلامية، وكان مديرا لمكتب الدكتور نافع علي نافع حينما كان هذا الأخير رئيسا لجهاز الأمن السوداني في فترة الإنقاذ الأولى التي كانت فيها نوع من الغلو الشديد. إذن المطالب التي يرفعها إعلام تحالف الحرية والتغيير هي التي تضمن قطع الطريق على عودة هؤلاء مرة أخرى، لكن في حقيقة الأمر أعتقد أنه يجب الوصول إلى حل وسط بما يحقق جوهر المطالب، وإن ترك يعني أو تم استيعاب بعض العسكريين في المجالس التي يطالب بها تحالف الحرية والتغيير، لأنه في نهاية المطاف هناك وضع اقتصادي كارثي في السودان ولا بد من يعني إعطاء قدر من الاهتمام لعلاجه. نعم، سنتحدث عن الوضع الاقتصادي وهو لب الإشكال وقلب هذه الأزمة. دكتور محمد، هل نتوقع حوارا سياسيا شاملا بين جميع القوى السياسية السودانية أم هي منهكة اليوم؟ هل هناك حظوظ لنجاحها؟ من سيدعو لهذا الحوار وكعلى أي أسس إذا ما حدث فعلا؟ افتكر دعنا اقول انه الاولويات في ترتيب الاولويات هو مهم جدا. نعم. نتحدث بصوره واقعيه. المحاوله بتاعت انفراد المجلس العسكري بالسلطه وفرضها كامر واقع واتخاذ بعض القرارات اللي صدرت في خلال الأيام السابقة والإصرار على تحديد الفترة الانتقالية على عامين، أفتكر ده بيعقد الوضع. المطلوب أولا المقترح أو إعلان الحرية والتغيير ما تضمن في هذا الاتجاه بتشكيل مجلس سيادي مدني عسكري فيه تمثيل عسكري محدد، أفتكر ده هو مخرج باعتبار أنه المؤسسة العسكرية نفسها هي في حالة بتاعت تحدثت لها متغيرات بمطالبة الثورة تدفع لإحداث متغيرات في ظل يعني منطقة السودان موجود في منطقة رخوة أمنيا، يعني في إشكالات موجودة في دول الجوار، وبالتالي المؤسسة العسكرية نفسها هي تحتاج للمكون المدني في التفكير معها في كيفية مواجهة الإشكالات عديدة. أيضا السودان فيه حتى الراهن، نعم في إعلان وقف لإطلاق النار، في إعلان وقف لإطلاق النار من كافة الأطراف، لكن يحتاج إلى ترجمة عملية. حالة العسكر الفرض النظام اللي أفردت كمية من الميليشيات المتعددة، المعالجة بتاعت هذه الأوضاع تحتاج إلى فكر مشترك، وبالتالي المحاولة بتاعت إنه المجلس العسكري ينفرد بالسلطة لوحده ويترك السلطة، إذا افترضنا سلطة مدنية للأحزاب، بعقد الوضع. المشهد بالتالي إمكانية حدوث حوار سياسي في الوقت الراهن أفتكر في صعوبة. ترتيب الأولويات اللي هو التمهيد لتحقيق الانتقال السياسي وفق الوصفة بتاعت قوة إعلان الحرية والتغيير، وثم إعادة بناء مؤسسات الدولة. وفي تقدير إنه الأحزاب في هذه الفترة لو اتجهت نحو إعادة بناء نفسها بيكون هو الأفضل، ثم تأتي بعد ذلك نتحدث عن مرحلة الحوار السياسي، لكن في الوضع الراهن. طيب، إعادة بناء الانتقال السياسي، إعادة بناء المؤسسات، أولا لابد من تفكيكها، من سيقوم بهذا الوضع؟ ليس هناك جهة معينة لديها هذه السلطة للقيام بهذا الأمر. ألا يمكن للحراك أن يوجه المجلس العسكري لقيام بهذا الأمر؟ التفكيك، أنا في تقدير التفكيك هي مسؤولية مشتركة. التفكيك لأنه كما تحدث أستاذ مرتضى أن النظام أفرز دولة موازية ومؤسسات مشروع التمكين، وبالتالي التفكيك ليس تفكيكا في الإطار الأمني، إنما في إطار دولة، ولك أن تتخيل الخارطة، وبالتالي المسؤولية مسؤولية مشتركة. نعم. في الوقت الراهن
افتكر انه المساله صوره واضحه. طيب. في محاوله بتاعت كسب زمن من المجلس العسكري واضحه انه من يشكل الحكومه وما هو شكل المستقبل، ملامحه واضحه. طيب. ملامح واضحه بان هي القوه التي احدثت التغيير. نعم. وبتمثيل لوجود للمؤسسه العسكريه، وبالتالي هذه التشكيله يمكن ان تساعد في 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 تحقيق طيب. الانتقال، ومن ثم تاتي مرحله الانفتاح على القوى اخرى. نعم. دكتور مرتضى، بالنسبه لدكتور محمد الاولويات بالنسبه له ليست ما نعيشه على الواقع الان، ولكن لا اعرف ما مدى امكانيه تغيير هذه الاولويات حسب ما يطالب به الشارع. بكل الاحوال لابد ان نتحدث عن الحكومه المدنيه التي مطالب المجلس العسكري بتشكيلها. ما هو شكلها، وهل يمكن فعلا ان تستجيب لمطالب الشارع ولو مؤقتا في هذه المرحله الحرجه؟ هي طبعا يعني لا يخفى انه في اختلاف بين رؤيه المجلس العسكري وما يمثله والقوة التي تقف خلفه. انا لا استبعد ان يكون ايضا هناك طبعا في قوة يعني في حركه مضاده بصوره او اخرى، يعني خافته بادئه تتلمس طريقه. وبعدين في القوة بتاعت الميدان والشارع والمعارضه والجماهير. انا افتكر في يعني في 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 نقاط في فيها خلاف، يعني مثلا زي الشكل والتركيب بتاع المجلس العسكري الانتقالي اذا جاز هذا الاسم، يعني لانه هل هو مجلس سيادي اشرافي ام هو مجلس له علاقه بالتنفيذ والتشريع؟ بعدين هل هو مجلس عسكري صرف كما قال الاستاذ الاخ قباشي انه يكون مشترك، لانه في حساسيه ربما داخلية وعالمية من الوجهة العسكرية الصرف في التغيير الذي حدث في السودان. هذه ظهرت من الترويك، وظهرت ملاحظة أمريكا، ظهرت ملاحظة بريطانيا ودوائر أخرى، مجلس الأمن وهكذا، في إشارات أقصد الأمم المتحدة وإشارات. الحراك والشباب وقوة الحرية والتغيير بتحاول تلطف المعالجة أن تغنع الجبهة بتاعت الجيش انه يكون الجسم الاعلى هذا مشترك، ما اذا يدور ذلك مدني وعسكري. ثم طبعا الحكومه مدنيه صرفه زي ما هو معروف طبعا. واذا انت قلت حكومه بتاعت خبراء وتكنوقراط، لا باس ان يكون الذي يتولى مثلا حقيبه الجيش يعني مثلا او الداخليه من الجهه النظاميه، يعني لا باس اذا الناس ممكن يصلوا للاتفاق بهذا المعنى. لكن زي ما قلت انه في يعني شكوك واتجاهات وضغوط. اللي بيحسم المسألة دي المطالب اللي هي عادلة. لولا الظروف الحالية بتاعت السودان، المطالب التي ترى الآن كأنها عسيرة هي مطالب بديهية ومنطقية. دارين غومية المؤسسات، إصلاحها للريف، تحسين مستوى المعيشة، تفكيك غبطة الحزب على الدولة، غومية القوات المسلحة، يعني زوال الميليشيات، يعني دي مطالب كلها مشروعة. بعد الفصل سأعود إليك دكتور مرتضى. السودان المتصالح مع ذاته، مع جيرانه ومع العالم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. أعود إلى القاهرة معك دكتور هاني. دكتور، وفق أي سيناريو سيسير مستقبل العلاقات السودانية مع الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يمكن في هذه الظروف أن تتحسن هذه العلاقات مع محيط السوداني في ظل حكم هذا المجلس العسكري الانتقالي، أم أن الثقة أيضا متوقفة على فاعلية الحكومة المدنية الانتقالية التي لم تتشكل بعد وليس على المجلس العسكري بالتحديد؟ في الحقيقة هناك إشارات قوية على أنه سيكون هناك انفراج فيما يتعلق بالعلاقات الدولية للسودان. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها مستعدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بتوفر شرطين: أن يكون هناك انتقال لحكومة مدنية، وأن يكون هناك جدية في عملية التغيير. الاتحاد الأوروبي رهن اعترافه بالوضع الجديد بنقل السلطة إلى المدنيين. إذا هناك يعني بخلاف الضغوط القوية التي يمارسها الشارع السوداني أو الثوار وأيضا تحالف الحرية والتغيير، هناك ضغوط إقليمية ودولية باتجاه نقل حقيقي
للسلطة، وأن يكون يعني الأمر بيد المدنيين وليس بيد العسكريين الذين هم من الممكن أن يكونوا جزءا من الأمر ولكن ليسوا هم المنفردين أو القائدين له بشكل منفرد. فبالتالي هناك توافق عام لدى كل القوى السياسية في السودان التي تقود التغيير، وأيضا لدى المؤسسة العسكرية، أن يبتعد السودان عن سياسة المحاور وأن يتبع سياسة خارجية تخدم مصالح السودان وتتسم بالاستقلال عن التأثيرات الخارجية. وهذا هو مربط الفرس فيما كان قد وقع فيه النظام السابق ومارسه بانتهازية واسعة النطاق، أفقدته في نهاية المطاف يعني فضلا عن الحصار والإدانات والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها، أفقدته حتى تعاطف بعض حلفائه الأقربين في تيار الإخوان المسلمين سواء في تركيا أو قطر أو التنظيم الدولي للإخوان. نعم. دكتور محمد، طبعا ما صار الآن في السودان هو ليس فقط انقلاب أو رفض لنظام، وهو أيضا لتيار، هذا التيار هو تيار الإسلام السياسي. فسؤالي الآن، ما هو التيار الذي يمكن أن يملك تصورا لمستقبل السودان؟ هل يمكن أن نرى مثلا صعود لتيار اليسار؟ هل يملك مثلا بالنسبة لهذا التيار أي مفاتيح لتحسين الوضع في البلاد، أم أنه مثل بقية التيارات هناك إفلاس يعيش أيضا هو إفلاس بذاته؟ في تقدير المشهد السياسي في الوقت الراهن في غاية التعقيد، القراءات اللي هي حول ظهور تيارات، المؤكد أن هنالك صعوبة لإعادة إنتاج التيار الإسلامي، هذه حقيقة. لكن معطيات المرحلة القادمة وهي ترتبط بالمدخل الأول فيها الوصول لمتطلبات وقايات الجماهير والقدرة على إدارة الدولة. إذا نجحت الحكومة المدنية، وفي تقديري الشخصي هذه الحكومة يفضل أن تكون حكومة تكنوقراط، والأحزاب تتفرغ لإعادة بناها ولعمل السياسي، ده يمكن أن يلبي بظهور تيارات جديدة. واقع السياسة السودانية في الراهن والمشهد السياسي الموجود في الميدان والمشهد السياسي الموجود حتى في أغلب المدن والقرى، معروف أن هنالك حالة بتاعت ضحف سياسي تحتري الأحزاب السياسية جميعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وبالتالي في معطياتها في ظل هذه المعطيات، التنبؤ بأن هنالك يكون صعود لتيار، أفتكر في صعوبة. طيب. أتوقع أن تبرز تيارات جديدة. يعني هنالك تجارب عاشتها بعض المؤسسات حتى في ظل هذا النظام، وأفرزت تيارات جديدة وتيارات حديثة. طيب. أتوقع أن تظهر تيارات جديدة، وواحدة من المؤشرات اللي بروز تيارات جديدة حالة الالتفاف اللي تمت حول تجمع المهنيين. نعم. يعني تنبي بإمكانية ظهور تيارات جديدة. واضح. في على المدى البعيد. واضح. دكتور مرتضى، ما المطلوب اليوم من القوى السياسية السودانية في هذه المرحلة؟ هل تتفق مع ما قاله دكتور محمد منذ قليل من أنه ليس الوقت لأي حوار وطني بين مختلف الأحزاب، أم هذا هو الوقت من وجهة نظرك الذي يجب أن تجتمع فيه الأحزاب والقوى السياسية السودانية في حوار وطني؟ والله أتفق مع كثير جدا مما ذكره الأخ قباش، يعني لكن الحقيقة بقت كلمة الحوار في السودان بقت عندها مشكلة، يعني الحقيقة لسوء الاستخدام الفظيع الذي حدث الفترة السابقة، يعني والخديعة التي تمت تحت هذه المظلة. أنا أعتقد أنه في توافق كبير جدا بين القوى السياسية السودانية، يعني الحزبية والشبابية والناس الموجودين في الحراك في الميدان وموجودين في الأحزاب، لكن كما تنبي الأحداث والمؤشرات أنه يعني يجب أن تكون الغلبة لتلبية مطالب الشباب والاستماع لأول مرة، كما كانت هذه الثورة في السودان، هذه الثورة يعني غريبة الشكل والوجه واليد واللسان. أنا أتوقع أنه يكون مخرجاتها السياسية مختلفة جدا، يعني حتى يعني السودان يسجل أيضا يعني مؤشر آخر في 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 جينيس ولا بسموه إيه، يعني أنه يعني يترك
الأمر هذه المرة في أيدي الشباب مع وتجمع المهنيين، لأنه هو الذي استطاع أن يوجد هذا الواقع. الأحزاب محتاجة يعني ترجع إلى قواعده وترمم من ذات نفسها، ويعني لا يعني شيء. هذه الفترة ليست فترة محاصصة، أنه يقول الحزب دي دو مثلا مقعد وزاري هنا وهناك. يعني التعبير العام والمرحلة الانتقالية مهامة واضحة جدا يستطيع أن ينجزها أهل الكفاءة، وهم مسنودين بالشباب الموجودين في الميادين، وغالبية شعب السودان كما وضح في الحراك الذي يستمر كل يوم ويخرج فيه كل الناس في كل لحظة. عشان كده ما في يعني خوف أو خشية من أنه يحصل انتكاس. الناس دي لو رجعوا من الميدان غدا أو بعد غد أو فضوا، ولو يفضوا بعد خمس يوم، الناس بيقولوا يا أخوانا اخرجوا للميدان، سيخرج كل الشعب السوداني. يعني دي الضمانة الحقيقية طبعا. نعم. يعني كحالة إذا نظرنا لها بالتاريخ السوداني في تشكيل الوزارات، بنلقى أنه في حتكون في يعني بعض المشاكل والعقبات والتعارضات. نعم. يعني بين القوة الحزبية وبين القوة الشبابية غير. نعم. المضوية للأحزاب والمجتمع المدني وهكذا. لكن يعني في العموم هذه ما دام الأهداف واضحة والمطلوب من الحكومة القادمة وبرنامجها مطلوب واضح، حقه بعده تترك للخبراء. والسودان يعني مليء بالخبراء الموجودين في أصقاع العالم، يعني في كل المجالات، لأنه احنا محتاجين حقيقة لإسعاف حقيقي في الاقتصاد، في السياسة الخارجية، في الزراعة، في الصناعة، في النقل وهكذا يعني. نعم. فدي يعني ما ليس المجال مجال محاصصة يعني. هذا يحيني على الموضوع الاقتصادي دكتور هاني لب. المشكلة هي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد هي محرك مجمل ما التطورات التي عاشت أو عاش على وقعها هذا البلد. كيف سيتمكن المجلس العسكري من التعاطي مع هذه المشاكل؟ هناك انهيار في العملة، هناك انهيار أيضا إفلاس وعدم القدرة على توفير حتى الاحتياجات الأساسية. نتحدث عن انعدام الثقة للمستثمرين في هذا البلد. كيف يمكن، من أين نبدأ يعني إذا ما أردنا أن نحل مشكلة كبيرة مثل المشكلة الاقتصادية في السودان؟ طبعا المجلس العسكري الانتقالي أدواته في بدء سياسة اقتصادية جديدة هي في الحقيقة محدودة، لأنه هذا في يعني في كل الأحوال يتطلب يعني حد أدنى من الاستقرار السياسي، ويتطلب أيضا قبل مع ذلك أن يكون هناك إزالة لكل أشكال وأبنية وآليات الفساد الفاحش الذي تم في العقود الماضية، وهذه مهمة ليست باليسيرة. في الوقت الحالي لابد أن يكون هناك مرحلة انتقالية على المستوى الاقتصادي توازي ما يحدث في السياسة، ولابد يعني للسودان أن يتلقى دعم ومعونات، لأنه استقرار السودان في الحقيقة يهم الإقليم ويهم أيضا القوى الدولية، لأنه يعني في له أهمية استراتيجية لكثير من القضايا والمحاور الأمنية المطروحة في الوقت الحالي. مبدئيا المملكة العربية السعودية أعلنت أنها تتكفل بستة أشهر من احتياجات السودان من الخبز ومن الوقود، والإمارات أيضا أبدت استعدادا للمساعدة، وأعتقد أنه أطراف كل جوار الإقليمي سوف يسعى للمساعدة كل بقدر طاقته إلى أن يتمكن السودانيين بأنفسهم من وضع سياسة اقتصادية جديدة، وهم جديرون بذلك. والآليات المطلوبة والأدوات هي الآن يعني جزء من عملية المخاض والشد والجذب بين تحالف الحرية والتغيير من ناحية، والمجلس العسكري الانتقالي من الناحية الأخرى. نعم دكتور محمد، هل هناك رؤية واضحة لكيفية إصلاح الأزمة الاقتصاد في السودان والخروج من عنق الزجاجة وما يعيشه اليوم من اختناق نتيجة طبعا السياسات السابقة لرئيس البشير ومن معه؟ هل هناك رؤية؟ أقول لك المدخل المعالجة الاقتصادية أن نكون، يجب أن نكون واقعيين. الأزمة الاقتصادية هي نتاج لأزمة سياسية. المدخل الأساسي أولا في تأسيس البناء السياسي والنظام السياسي الانتقالي بصورة متوافق عليها. أنا أتحدث عن مدى محدود للمجلس العسكري لا يتجاوز الأيام،
مقتنع تماما انه لابد من توافق سياسي على ما اللي هو ما ظهر في اعلان الحريه والتغيير. ثانيا في ناحيه مهمه جدا، يعني المشكله الاقتصاديه واحد من العوامل اللي ساهمت في تفاقمها اللي هي ازمه الثقه. اتحدث عن ازمه الثقه في مؤسسات الدوله، مؤسسات الحكومه، واللي هي ناتجه للوعي المجتمعي بممارسات الفاسده لافراد النظام. أزمة الثقة في الجهاز المصرفي هي جزء من هذه الأزمة. طيب. الاستعادة الحقيقية بناء مؤسسات الدولة وبناء حكومة مدنية على كوادر وخبرات وطنية هو بشكل المدخل الأول لعلاج الأزمة الاقتصادية. نعم. هنالك متطلبات إسعافية تحتاج اللي هي مقبلون على فصل زراعي. نعم. يحتاج الى مدخلات انتاج. دي واحده من الاشياء المهمه جدا. شهر يونيو اللي هو بدايه العمليات الزراعه. طيب. في القطاع المطري تحديدا، ودي بيتطلب لمدخلات، وبالتالي هي في معالجات سريعة. انيه. نعم. مهمه جدا يجب اتباعها، وفي تقديري ان هي في رؤية وعند إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير موجودة هذه الترتيبات. نعم. وشرعت حتى يعني في اتجاهات، افتكر يوم السبت في زي منتدى بوجود تجمع المهنيين في بريطانيا. نعم. اللي هو يتناول كيفية معالجة. طيب. الراهن الاقتصادي افتكر ليس صعبا اذا. نعم. اذا تأسس على قاعدة سياسية متوافق عليها. طيب سأختم هذه الحلقة معك دكتور مرتضى، مع كل ما تحدثنا حوله خلال هذه الحلقة عن السودان، التحديات، ما حدث، الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الظروف الإقليمية أيضا حول السودان، أود أن أطرح هذا السؤال: هل يمكن أن يعود يوما ما السودان سلة الغذاء العالمي؟ أنا طيب في يعني دائما لما يتحدث عن السودان ثرواته في إجماع بأنه السودان غني. السودان يعني وتحدثوا اقتصاديين مرموقين بكلام قائم على حسابات وعلى بيانات، يعني بيقولوا عنده موارد كامنة تماثل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أفتكر من غير مغالاة، يعني دي معروفة برضو في الدوائر العالمية عندما وصف بأنه أحد ثلاثة أقطار ممكن تشكل سلة غذاء للعالم، لأنه أنت بدأ الحساب يعني قائم يعني على الأرض والمياه والطبيعة والإمكانية. يعني أنا أفتكر على المدى البعيد السودان ممكن يكون مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أراضي شاسعة غير منظورة. يعني بعدين يعني لكن وصل به الحال بسبب الإنغاز والإدارة السياسية يعني الفاسدة والجاهلة، إنه يستورد الثوم من الصين ويستورد الطماطم مع كامل الاحترام من الأردن. الأردن بلد عزيز جدا، لكن معروف انه ضمور الاراضي الزراعيه فيها، يعني تخيل انه السودان يستورد ايضا في الاردن، وفي مشكله ماء، يستورد الطماطم من الاردن يعني ويستورد الثوم من الصين. انا افتكر من ناحيه البوتنشال كما يقولوا، اقصد الموارد الكامنه، السودان غني جدا. كيف نستطيع ان نصبر وان يعني تعود الطيور المهاجره الى ان تخلق مره اخرى هذا البلد الجميل وتعيده للحياه والنماء، لانه الانسان يستحق يعني كل خير. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من قابل النقاش التي كان عنوانها السودان ما بعد البشير المنعطف الكبير. أشكر باسمكم ضيوفنا الذين أثروا النقاش. من الخرطوم كان معنا دكتور محمد إبراهيم كباشي، الكاتب والأكاديمي والباحث في الشأن السياسي. أيضا شرفنا هنا في الاستوديو بالحضور بمركز الأخبار دكتور مرتضى الغالي، أستاذ الإعلام والكاتب الصحفي السوداني. ومن القاهرة كان معنا دكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات. يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة عبر صفحة قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلام على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. في حراك الشارع السوداني أماطت المرأة اللثامة عن طموح كبير لتصحيح المسار لتأكيد النضج. ظهرت قوة المرأة وجرأتها النضالية في لوحات أصيلة في جميع ميادين الاحتجاج. ظهر حنق السودانيات الكبير على نظام كرس إقصاءهن، عمق معاناتهن، حد من رياداتهن التاريخية. شاركنا بكثافة في الحراك، لحن أغنية التغيير بعنوانها العريض الكبير يسقط بس.
كلهن أيقونات نضال ومشاريع أيقونات نضال يتوارثنه جيلا بعد جيل. لكن صورة الشاب آلاء صلاح وصوتها الشجي بين المتظاهرين أمام الثكنات في الخرطوم سيبقيان عالقين بالذاكرة لأمد بعيد. إلى اللقاء.